شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ وخلاص لقاء الامريكان يجاوبونا على السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو سببه؟ بن لادن عراقي؟ ما هو عراقي. اللي ضربوا نيويورك عراقيين؟ ما هم عراقيين. اللي ضربوا البنتاغون عراقيين؟ ما هم عراقيين. في اسلحه دمار شامل عند العراق؟ ما عندها. وحتى لو عند العراق اسلحه دمار شامل، باكستان عندها قنبله ذريه، والهند عندها قنبله ذريه، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا، ما كل عنده قنابل ذريه. كل بيدمروها كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها اسلحه دمار شامل. تجي قوه اجنبيه تحتل دوله عربيه وتسمق رئيسها واحنا نتفرج عليهم ونضحك. وليش ما نحقوا في ما في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دوله عربيه عضو في الجامعه العربيه؟ احنا ما نتكلم عن سياسه صدام حسين والخلافه معاه السياسه، ممكن كنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الان. ما في حاجه تجمعنا ابدا الا القاعه هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قياده عربيه بالكامل تقتل تشنق في المشانق، ما نتفرج لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلدي كان وزير دفاع الامريكا لما كان يدمره في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا، قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. الاخ عمر موسى عنده فكره متحمسه له وبرنامج ذكره حتى الان او ذكره في تقريره، ان العرب من حقهم ان يستخدموا الذرة لأغراض سلمية، ويجب يكون في برنامج عربي نووي. هذا من حقهم، من حقهم حتى البرنامج النووي غير ذلك، لكن الله غالب. لكن منهم أخ عمر، منهم العرب اللي تقول لي يعملوا برنامج نووي واحد؟ منهم العرب؟ احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا، احنا شو كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا. احنا مخابراتنا تآمر على بعضنا، ما تحمي فينا من العدو، احنا عدو لبعضنا، وعدو العربي صديق للعربي الاخر. ويا ريت هالشد اللي استخدموا فيها وهالحديه ضد بعضنا استخدموها ضد العدو. نحن نجتمع في سوريا بلد العربي. العلاقه بين سوريا وروسيا ممكن والله ايران والى تركيا افضل ألف مره من العلاقه بين سوريا وبين جيرانها العرب. العلاقه بين ليبيا وايطاليا افضل ألف مره من العلاقه بين ليبيا ومصر ولا تونس جيراننا. هذا حالة العرب هذه.